أسعد الله مساكم، يا أهلا مرحبا بالجميع. مقطعنا ردة فعلي على مباراة المنتخب مع منتخب جمايكا، منتخبنا الأخضر. أتمنى التوفيق للمنتخب، بإذن الله فوز سعودي بإذن الله. يلا نبدأ مع المقطع. طبعا كابتن المنتخب سالم الدوسري يستاهل على تورندو. بدأت المباراة الحين، ضربة جزاء منتخب السعودي، بلنتي واضح يعني ما تسبب فيه كمسان. مع احترامي لسالم الدوسري بس لاعب كبير، بس سالم ما صاحب بلنتيات كبيرة سالم. طبعا أنا شفت المباراة، بس هذا ملخص ردة فعلي على المباراة، يطلبوها ناس مني كثير. جت معك يا سالم ولا انت ما تصلحك بنتيات ابد؟ كبير يا دوسري، شوف جاب الحارس سجل يا سالم، بالتذيذة بتضيع، مستحيل ما تسويها انت. طبعا انا اعتبر المنتخب السعودي امانة، انت تبي تشوف تختبر عناصرك، العب مع منتخب قوي، لا تلعب مع جامايكا تحط لي مبارتين ورا بعض، غلط غلط امانة. اللي ينسق مباريات ما احترامي له، ما ادري ايش قاعد يسوي امانة. يعني صراحة اهني النصر على ايمن يحيى، موهبة كبيرة. ايمن ايش يذكرك بسالم الدوسري؟ قالها مدرب المنتخب، انا اشوف سالم الدوسري في ايمن يحيى صراحة لاعب ما شاء الله يا رب، من الطراز الاخير، مع ان عمره صغير لكن لعيب. اختيار المدرب السناتر بليهي وخبراني اختيار جيد، بليهي ما يحتاج اتكلم يعني، ولا اعلق بليهي اسطورة، بس محمد خبراني يعني شوي اداء يعني، شوف تدخلاته غبية شوي، ودك اللاعب لما يتدخل نفس هذا يكون واثق منه. طبعا حارس الاهلي كويس يعني امانة، قدم مباراة حلوة قدام النصر، يستاهل انه يكون حارس اساسي. ما تعود معي كذا يا سلطان، انا هلالي لكن احب لعب سلطان غنى امانة. كيف تختبر لعبتك يا منسق المباريات المنتخب مثل هذا؟ كيف عقلك يعني قنعت نفسك انك تختار منتخب مثل جامايكا؟ مع احترامي لهم يعني، بس مو لايق ان المنتخب السعودي يختبر عناصره في منتخب مثل جامايكا، غلط. اختار منتخب قوي، في مباراة ودية اختار منتخب قوي، ليش تختار منتخب ضعيف؟ حتى ودية خايف يعني، قسم بالله كانهم يلعبون تمرين صراحة. عتب كبير امانة. ايمن يا عيني والله لعيب، صح ان التمرير غلط بس لعيب والله يا جماعة. ما ادري وش قاعد يسوي منتخب السعودية، ما في فايدة، ما في اي فايدة من المباراة هذه. فريق ما يعرف يلعب التباص، كيف تختبر المنتخب فيه؟ مدرب التعاون حاضر مباراة المنتخب، ليش عنده بس يعني. ليه كبير سلطان، يا عيني عليك والله. عرضيات عندها اسمه سلطان، عنده عرضيات مو طبيعية سلطان، قسم بالله كأنك تلعب مع شو التدخل ذا، خل تولي الكرة يا اخوي احنا نفسك بس. يا عيني ايمن، صالح والله صالح قاعد ينظلم كثير في الهلال، انهاء مو طبيعي يا جماعة. يا كبير يا صالح، ان شاء الله تاخذ وسطك وتكون قدها. يا عيني يا ايمن، اقسم بالله يا جماعه لاعب ما طلع من فتره قصيره قاعد يثبت نفسه كذا. اهني النصر على ايمن،
اتوقع له مستقبل كبير. شوف التمريره كيف لقطها من المدافع واعطاها واحده صعبه، يعني لهي قسم بالله انا ما قادر ماني عارف شو اسوي. رد فعلي كله ماني عارف شو اقول صراحه. كنت خبير العب على باب واحد ما في اي فائده، ما طورت منتخبك ولا اختبرت مستواهم ولا شيء. صراحة جلال معك لعيب استاهل انك منتخب صراحة، خطأ كبير. اروح وارجع واقول المنسق مباريات خطأ كبير. اختبر منتخبك يا بريكان ريكان، انا اخلي حركاتك هذه يعني كبير سعد، ما يخلي حركاتي يا جماعه. سوي لك كل شيء، اللمسه الاخيره مضروبه لازم. كيف الفتره الاخيره تعدلت شوي بس لازم تطول منها اكثر. اوه معليش يا فراس، حسب اللاعب قبل شوي فراس تو دخل، طلع الشيري دخل فراس. طبعا حارس الاهلي جيد جدا، يستاهل يكون اساسي حارس على مستوى، مع عمره صغير بس كويس. بطل الربعي كويس، اتوقع المستوى كبير على الحارس. طبعا دائما مدحتك يا محمد تكفى، حتى لو نتسلم يا رب. والله الحراسة ضايعة، خروج صليهم، دخول الحمدان، حراسة ضايعة في المنتخب الله يعين. بس هاي تمريرة الأيمن لصالح كبير، سيست حلو من أيمن وإنهاء كبير من صالح أمانة. المباراة أشوف إن مباراة ما في أي فائدة للمنتخب. أنا تابعت المباراة أمانة، بعد ما يجي هدف فارس فراس البريكان أنهي المقطع. المباراة ما من أي فائدة، حمدان يعني. أنا أخذت المقطع، شوف الأسيست، لاعب له مستقبل كبير، تسجلها والله لو إنك وش فراس. شوف الاسيست احسن من الجول يا عيني يا حمدان، يا عيني يا كبير. اتمنى لك مستقبل كبير، الله يستر عليك ويوفقك.